قرأنا على السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي للرئيس السابق دونالد ترامب دعوة، دعيني أقرأ ماذا قال لأعضاء الحزب الجمهوري. قال لهم لا تحولوا انتصارا كبيرا إلى هزيمة هائلة، وإنه وقت الاحتفال، أنتم تستحقون ذلك، كيفن مكارثي سوف يعمل جيدا. كيف نفهم دعم ترامب بين قوسين لمكارثي؟ لأنه يعني البعض يقول في دوائر السياسة الأمريكية أنه دعم ليس حقيقي. نعم. ربما حضرتك لديك معلومات أكثر. أنا راح تحليلي الشخصي. الرئيس ترامب هو رئيس يعني مختلف، جاء لأمريكا مختلف، جاء بنظرية مختلفة جدا، وكان له بصمته وما زالت له بصمته. لكن أنا عندما أفهم شخصية الرئيس ترامب، هو عندما يقول لهم اذهبوا صوتوا لكيفن مكارثي، هذا ما يعلنه، لكن في الخلف دائما عنده ديل. هو عنده كتاب ذا ارت اوف ذا ديل، ايوه، فن الصفقه. نعم، نعم تماما، هو مشهور بهذا الكتاب. يعني هو سيد الصفقات، فهو يتحدث للاعلام بطريقه معينه، لا يريد ان يكسب عداوه الحزب الجمهوري لأنه عينه على 2024 انتخابات الرئاسة التي أعلنت، وفي نفس الوقت بشكل غير مباشر يعني أكيد في إعاز لهم أنه يعطلوا الانتخابات، لأن كيفن مكارثي التقطته الكاميرات في أعتقد شهر، منذ شهر تسأله إحدى الصحفيات الجمهوري بالأغلبية. تماما تسأله إحدى الصحفيات في أروقة الكونغرس أنك هل ستدعم الرئيس ترامب إذا ترشح العام 2024، فقال بصوت خافت تمتمة Are you crazy؟ لكن هل أنت مجنونة؟ نعم. التقطه الميكروفون والتقطه ترامب. نعم. يعني هل تعتقدي إنه يعني هذه ليست معلومات ولكنها استنتاجت؟ طبعاً أنا أقول لك رأي شخصي. العقاب لكيفن مكارثي من قبل الرئيس السابق ترامب في يدعو أنصاره إلى تأجيل التصويت له حتى يعني تماما تعبير في مكانه تمام. بالأخير سينجح مكارثي لأنه لا بديل لمكارثي. الأغلبية هي التي ستدير الرئاسة، هي يعني الأغلبية للحزب الجمهوري. لكن كمان الشروط التي يضعوها عليه والتنازلات التي يطلبونها هؤلاء العشرين قد تجعله رئيسا ضعيفا.